فرضة والزلاء مرضو. لنا حديث في لقاء مع وزير التربية حول الوضع الوبائي وحول البروتوكول في بداية الأسبوع القادم. وعلى وزارة التربية يلزم المؤسسة التربوية أولا الحق في الصحة مع الحق في التعلم. هذا واعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس في افتتاح الندوة الدورية للولات، اعتبر أن الوضع الصحي بالبلاد لا يزال خطيرا، وأشار إلى أن حكومته استعدت لمرحلة ما بعد كوفيد-19. الوضع الوبائي لا يزال خطيرا وكل المؤشرات لا تزال مرتفعة، لكن مع هذا كل المجهودات تنصب نحو محاصرة هذا الوباء. بتضافر المجهود إن شاء الله باش نتمكنوا من محاصرة هذا الوباء والمرور إن شاء الله بمرحلة قادمة إلى مرحلة إعادة البناء، مرحلة ما بعد كورونا التي يجب أن نستعد لها من الآن. الحفاظ على صحة المواطن، توفير كافة الإمكانيات العلاجية والإمكانيات الوقائية، لكن كذلك المحافظة على حياة اقتصادية ومحافظة على ديمة المؤسسات قدر الإمكان، ومحافظة على مواطن الشغل قدر الإمكان، خاصة كذلك المحافظة على موارد للدولة قدر الإمكان. من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في الندوة الدورية الثالثة للولات اعتماد الحكومة مقاربة تنموية جديدة مغايرة للسياسات النموية القائمة، تطمح إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين في الجهات. أنا طرحت مع السادة الولات المقاربة التنموية الجديدة التي تعتمدها هذه الحكومة، اللي نعتمد فيها مقاربة تشاركية، مقاربة تقوم كذلك على احترام المواطن اللي موجود الجهات هذية، احترام الأطروحات اللي يقدم بها. المقاربة هذية تقوم كذلك على الحوار، يجب القطع مع فكرة القرارات المسقط، نقعد مع بعضنا على مستوى مركز ونقرروا. هذاك علاش احنا قمنا بتركيز فرق عمل تعمل في تناغم مع الجهات، وباش تتناقم كافة الجهات، وكل فرق العمل هذية باش يتنقل معها عضو من الحكومة، يتولى الشرف على مجالس الجهوية للتنمية، يقع في خلالها الاستماع إلى كافة مكونات الطيف الاجتماعي والاقتصادي على مستوى الجهة. فرق العمل هذه كذلك أيضا ستعمل على تفعيل وإلا دفع المشاريع المعطلة، ماذا بينا من رأوا الجهات تعطيل للإنتاج. وأنا نقول للناس هذية حكومتكم على ذمتكم، حكومتكم في انتظار المقاربات ولا الأطروحات اللي تقدموها، دونك ما فماش موجب لكونا نمشيو إلى صياغ هذية تاع قطع مواطن الإنتاج، لأنه في ذلك ارتهان لقوة التونسيين. في الأثناء، دعا رئيس الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بجملة تابعة لمنظمة الأعراف محمد المنيف أمس الحكومة إلى جد حل سريع لمشكلة إغلاق المنطقة بس بعد تراجع تعبئة قوارير الغاز المنزلي بشكل كبير مما ينذر بحدوث أزمة. وأضاف أن المنطقة الصناعية بغاز التي تنتج 90,000 وحدة يوميا يشكل نصف الإنتاج اليوم من قوارير الغاز المنزلي مغلقة منذ 8 أيام بسبب الاحتجاجات، وأن المنطقة الصناعية الأخرى بتونس وبنزرت لا يمكنها تغطية الطلب. وأصدرت تنسيقية عصام السمود 2 الذي ينفذه شباب ولاية جابس العاطل عن العمل بالمنطقة الصناعية بجابس بيانا طلبت فيه رئاسة الحكومة بعقد مجلس وزاري عاجل خاص بالجهة. وطلبت تنسيقية بالخصوص بيانا بفتح باب الانتداب الفوري بمعامل المجمع الكيميائي التونسي وبالشركات المتصدرة في المنطقة الصناعية، وكذلك تفعيل كل المشاريع المعطلة المضمنة في محاضر المجالس السابقة وبأحداث صندوق التنمية والتشغيل الذي تم الإعلان عنه في المجلس الوزري لعام 2015. أما في القيروان، فقد قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل في اجتماع المنعقد أمس تنفيذ إضراب عام بكالي ولاية القيروان في 3 ديسمبر القادم. وأوضح الكاتب العام الجهوي للشغل السيد السبوعي في تصريح لمراسلتنا بالجهة نادرة برجبة أن الإضراب العام سيشمل كافة القطاعات ويندرج في طريق حقية الدفاع عن التنمية في ولاية القيروان. حذر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من مغبة توصل تعطيل مرفق أن ممارسة الإضراب وإن كان حقا دستوريا يجب أن يتم في كنف القانون دون أن يؤدي إلى التوقف النهائي للمرفق العمومي وعن إزداء خدماته للمواطنين دون احترام حقوق ومصالح الشركاء في إقامة العدل والتشاور والتنسيق معهم وعباقي مكونات القضاء.
هذا وحمل مجلس الهيئة في بيان أمس الحكومة وخاصة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية الوضع المتردي في المحاكم لفقدانها أبسط متطلبات العمل خاصة بعد تشييع فيروس كورونا المستجد. تتواصل التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة وفق ما أكده المعهد الوطني للرصد الجوي الذي أعلن رفع درجات اليقظة وبقائها في مستويات عالية بولايات بنزرت وأجا وجندوبة، وفي مرحلة ثانية ولايات المستير وسوسة والمهدية بسبب غزارة الأمطار خلال الليلة الماضية وصباح يوم الأحد، منبها إلى خطر تشلل السيول وارتفاع منسوب المياه في المناطق المنخفضة والقريبة من الأودية والسدود. هذا ويكون الجو باردا نسبيا خلال الليلة القادمة، إذ تتراوح درجة الحرارة بين 13 و16 درجة، وستكون دون 10 درجات بالمرتفعات، ويكون البحر شديد الاضطراب. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية على موقعها راديو ناسيونال بوانتين. من أخبار العالم، تم تسجيل أكثر من 1,300,000 وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كامل أنحاء العالم. وقد تخطت الإصابة في 19 في الولايات المتحدة عتبت 12 مليون حالة بسبب أو بحسب الأرقام المحينة، أما الوفيات فقد بلغت 255,414 حالة. وتفيد السلطات الصحية الأمريكية أن الوباء يشهد مرحلة تصاعد مطردة في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. الضامن في مواجهة فيروس كورونا المستجد خصوصا على الصعيد تحت اللقاحات، أبرز ما دعا إليه قادة الدول مجموعة العشرين في قمة عبر الفيديو استضافتها المملكة العربية السعودية، فيما تتوالى الدعوات لسد عجز بنحو 4.5 مليار دولار في صندوق خاص بتمويل هذه الجهود. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تدخل بلاده في ليبيا ساهم بشكل كبير للغاية في انعاش أمل الحال السياسي في هذا البلد. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون إن التدقيق الجنائي مع مصر في لبنان ضروري لمحاربة الفساد، مشددا على أنه سيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادته إلى مساره. قتل 9 أشخاص من بينهم 6 عسكريين في كمين نفذه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في منطقة تقع على بعد 200 كيلو شمالي العاصمة العراقية بغداد. أعلنت حكومة الإثيوبية تحقيق تقدم عسكري في منطقة تيغراي المتمردة وسط تجاهل للضغط الدولي من أجل وقف تصعيد النزاع الذي دفع ب10,000 أشخاص للنزوح إلى السودان. نهاية هذه النشرة الإخبارية المفصلة قدمناها لكم من إذاعة الجمهورية التونسية، ولكم تذكيرا بأبرز عناوينها. وزارة الصحة ترصد 68 حالة وفاة و1,206 حالات إصابة جديدة خلال 20 نوفمبر الجارية. الجامعة العامة للتعليم الثانوي تدعو سلطة الأشراف إلى تفعيل البروتوكول الصحي في الوسط المدرسي لحماية الإطار التربوي والتلاميذ من عدوى كورونا. ورئيس الحكومة يؤكد في الدوري الولايات اعتماد مقاربة تنموية جديدة في مختلف جهات الجمهورية. نية النشر المشورة توصل بعد قليل مع نيس الحارثي. ملتحية بكرم الهداجي وكمل الفريق التقني والصحفي، نلقاكم بخير. مع هي بداية تتواصل الحكاية. أم البدايات الإذاعة الوطنية.